الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإرسال رعب السماء الأمريكية تجاه إيران، بل يطلقون أيضا عليها وحش السماء. نحن نتحدث هنا وأتحدث هنا عن أهم القاذفات النووية الاستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، الطائرة القادرة على التحليق لساعات طويلة وقادرة على حمل القنابل النووية وحتى قنابل مخترق القبوة التي تستخدم ضد المنشآت التي تأتي تحت الأرض، ومثل على سبيل المثال المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى أنها طائرة عادة الولايات المتحدة الأمريكية ترعب أعدائها بها عندما تحركها، فهي توضح بأنني قادرة على الدخول بحرب نووية معك من دون أي مشكلة. نتحدث هنا عن طائرة B-52 الأمريكية التي فجأة ظهرت يوم أمس وهي تدخل إلى منطقة الشرق الأوسط وفوق أراضي المملكة العربية السعودية كما تلاحظون هنا، وبالقرب أيضا من الحدود العراقية، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما تلاحظون من طائرة B-52، بل إنها أيضا ظهرت بحسب الفلايت رادار 24 وهي تحلق أيضا فوق مياه الخليج العربي بهذه الشكل وبهذا الشكل وبهذه الطريقة مقابل وقبالة السواحل الإيرانية، وكما تلاحظون قبالة أيضا بوشهر التي يتواجد فيها أحد أهم المفاعلات النووية الإيرانية على الإطلاق. وطبعا هذا هو التسجيل الخاص بنفس الصورة التي رأيناها من الفلايت رادار 24، وطبعا فليب بورد هي كانت قد أكدت مع عدد من المصادر التي تحدثت عن هذه المسألة بأن هذه الطائرة قد دخلت إلى الشرق الأوسط وتوجهت مباشرة إلى الخليج العربي. وطبعا هذه الطائرة عندما دخلت إلى المملكة العربية السعودية هي كانت مرت أولا بإسرائيل عبر البحر المتوسط بهذه الطريقة، ومن هذا التسجيل أيضا من الفلايت رادار 24، بل كانت هنالك صورا أساسا لهذه الطائرة وهي تدخل بهذا الشكل إلى الشرق الأوسط وترافقها طبعا طائرات F-16 الإسرائيلية، وهذه صورة أخرى لهذه الطائرة وهي تدخل لهذه المنطقة في توقيتات حرجة للغاية. هذا كله طبعا نتحدث عنه الآن بأنه تم يوم أمس. المثير بأن اليوم بدأت واحدة من أكبر وأخطر المناورات العسكرية على الإطلاق التي تقام في ولاية نيفادا الأمريكية وفي قاعدة نيلس الجوية. هذه المناورة هي تعتبر من المناورات الجوية المتقدمة للغاية. نتحدث هنا عن مناورة العلم الأحمر. التسجيل الخاص بهذه المناورات كما هو واضح وكما نشر اليوم يوضح بأن المناورات بدأت اليوم في 13 مارس وستنتهي في 24 مارس، وواضح بأنها في 2023 وهي المناورة الثانية من نوعها خلال هذا العام. عادة هنالك 3 مناورات للعلم الأحمر خلال العام بأكمله، مع التذكير بأن إسرائيل أساسا لم تشارك بمثل هذه المناورات العام الماضي بأكمله وحتى بداية هذا العام، ولكنها الآن اشتركت بهذه التمارين الجوية الخطيرة بوجود طائرات F-35، طائرات الشبح الإسرائيلية، وكذلك هنالك طائرات F-16، ومن الجانب الأمريكي طائرة B-1B بامر وهي من الطائرات الاستراتيجية الأمريكية الخطيرة للغاية موجودة أيضا في هذا التمرين، بالإضافة إلى الريفيولينج. نتحدث هنا عن طائرات تزويد الوقود منها KC-707 الإسرائيلية لتزويد الوقود، وأيضا KC-46A التي من المفترض الولايات المتحدة الأمريكية أن تسلمها لإسرائيل بحلول عام 2025، وأيضا KC-135 ستارو تانكر، كلها تقوم بعملية تزويد الوقود. وبالتالي أنت أمام طائرات تزويد للوقود، أمام طائرة استراتيجية خطيرة نووية أمريكية، وأيضا طائرات الشبح الإسرائيلية. وأيضا في نفس الوقت هنا بأن كانت هنالك صور أساسا قبل البدء بهذه التدريبات من قاعدة نيلس التي نتحدث عنها في ولاية نيفادا الأمريكية، ستلاحظ بها الطائرات وتحديدا الطائرات الاستراتيجية هنا B-1B التي B-1B بامر الأمريكية، وستلاحظ بأننا 1, 2, 3, 4, 5 موجودة في هذه المناورات، وهذه مجموعة الطائرات من طائرات F-16 F-35 الشبح طبعا التي ترونها بهذه الطريقة، والمناورات فعلا قد بدأت الآن وهي تضعك في سيناريو للحرب حقيقي، وبأن هذه المناورات ليست سهلة أبدا لأنها تضعك فعلا بأنك وكأنك تتوجه إلى معركة في الجو أو لقصف مواقع معينة في محاكاة حقيقية لما قد تهدف إليه طبعا إسرائيل والولايات المتحدة. وخاصة أن هنالك ملاحظة مهمة في هذه المناورات بأنك عندما تلقي نظرة مفصلة على طبيعة التسجيل لهذه التدريبات
فإنك ستلاحظ بأنك أمام فقط إسرائيل وأمام الولايات المتحدة الأمريكية والطائرات المشتركة طبعا من الطرفين. لن تجد أي دولة أخرى مشتركة في هذه التمارين أبدا. تذهب باللستة وتتقدم بطبيعة التفاصيل للطائرات المشتركة، لن تجد أحدا أبدا مشتركا في هذه المناورات، وبالتالي هي مناورات مغلقة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية على غرار العادة. بداية هذا العام كانت هنالك ثلاث دول من ضمنها أستراليا طبعا وبريطانيا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية. العام الماضي تدريبات عادة بين ثلاث دول، مثلا المملكة العربية السعودية كانت حاضرة وسنغافورة والولايات المتحدة، لكن هذه المناورات مغلقة بين الطرفين، فقط إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني، وهذا أمر مهم، عندما ترى هذه الطائرة القادرة على اختراق الأجواء الإيرانية طبعا F-35 الشبح مع هذه الطائرة الاستراتيجية مع طائرات تزويد الوقود، أنت أمام تهديد واضح وخطير طبعا تجاه المفاعلات النووية الإيرانية، في رسالة واضحة بأنك يا إيران لا تفكري أبدا من الاقتراب من 90% أو الوصول إلى هذه النسبة التي وصلت إليها في فترة معينة واكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا وهي 83.7% على بعد 6.3% من الوصول إلى التخصيب العسكري الذي سيمكنها من الوصول للقنبلة النووية. ولكن هذه التحركات أساسا وهذه التدريبات والB-52 ووصولها لمنطقة الشرق الأوسط وتزامن هذه الأمور هي تأتي بشكل مثير، متزامنة بعد الأنباء التي جاءت الجمعة الماضية قبل 72 ساعة من الآن وقبل 48 ساعة من الأحداث التي نتحدث عنها، وهي الأنباء الكبيرة التي هزت العالم وفاجأت العالم بأكمله، ألا وهي عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران برعاية الصين. هذه المسألة طبعا مزعجة للغاية الآن للولايات المتحدة الأمريكية. مايك تيرنر الذي ترونه أمامكم وهو رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي وهو من الحزب الجمهوري، أبدى انزعاجه تماما. الكونغرس، في الكونغرس منزعجين، في الإدارة الأمريكية منزعجين من هذه الأنباء، وهنالك أسباب مهمة. وهذا ما قاله مايك تيرنر في هذه المسألة، وقال بحث المملكة العربية السعودية عن الدعم في مكان آخر أمر متوقع، في انتقاد لطبيعة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه المملكة العربية السعودية، وهي التي جعلت السعودية أن تذهب بالاتجاه الذي من المفترض أن تذهب إليه إن كانت الصين أو روسيا. ولكن قال لجوء السعودية إلى إيران هو أمر غير متوقع وبالتأكيد مزعج للغاية ومخيب للآمال، انزعاج كبير جدا طبعا من الكونغرس. وهذا يعود إلى أسباب مهمة للغاية، بأن هنالك معلومات قد نشرت على الوول ستريت جورنال قبل هذا التوقيع وقبل هذا الإعلان، كانت الصين قد قدمت نوع من البونص، نوع من الجائزة لإيران من أجل على ما يبدو العودة بهذه الاتفاقية والقبول بالعودة بعلاقات دبلوماسية. وتحدثت الوول ستريت جورنال بأن قبل إعلان يوم الجمعة سمحت الصين لإيران بالاستفادة من أجزاء من الأموال طبعا في البنوك الصينية التي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار. استفيد يا إيران من هذه الأموال، والمشكلة بأن هذه الأموال مجمدة لدى الصين وهي من أموال طبعا إيران، ولكنها مجمدة وليس من المفترض للصين أن تعطيها لإيران أو تعطي أي عملية أكسس أو وصول لإيران لهذه الأموال، بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت من الاتفاقية النووية في عام 2018 وفرضت أو أعادت فرض العقوبات السناب باك على إيران. ولكن الصين الآن سمحت لإيران بالوصول لهذه الأموال، وبالتالي وصلت إيران لأموال مهمة للغاية هنا، ووقعت بهذا الشكل لهذه العلاقات الدبلوماسية التي تفتح العديد من العلاقات الاقتصادية في جزء منها من تفعيل العلاقة أو التعاون أو اتفاقية العامة للتعاون في جميع المجالات منها الاقتصادية والاستثمارات والتجارة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن نهاية الشهر الماضي شهر فبراير كان أيضا رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودا في إيران، وكان قد اتفق، سمعنا بعض الأنباء الجيدة من هذا اللقاء بأن هنالك تعاونا قادما، ولكن لا إجابات حقيقية حول ما جرى مع إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة ما يقارب 84%، 3 مواقع التي وجدت فيها جزيئات اليورانيوم، لا أنباء حقا، ولكنهم قالوا سنتعاون. وبالتالي ما جرى هنا من الوصول للأموال وهذه الاتفاقية وهذه القضية،
كلها لعبت دورا مهما لإيران أن تتخلص من ضغط العقوبات الأمريكية وخاصة على العملة الإيرانية، على الريال الإيراني أو التومان الإيراني. هنالك الريال الإيراني والتومان الإيراني عملتين في إيران. التومان هو المستخدم بشكل محلي، ولكن الريال طبعا هو الذي يعتبر بشكل رسمي هو العملة المهمة. فإيران كانت تعاني بشكل خطير. وصل الدولار الواحد نهاية الشهر الماضي تقريبا في 26 من فبراير بحسب ما وثقته الأسوشيتد برس إلى الدولار الواحد بدأ وصل إلى 600,000 ريال، أي 60,000 تومان، النسبة الأعلى على الإطلاق في ظل ظروف رهيبة وخطيرة أساسا على العملة الإيرانية وتدهور كبير. لكن الآن يوم أمس العملة الإيرانية وصلت الدولار الواحد أصبح يساوي 458 ونصف ريال بالنسبة للدولار الأمريكي الواحد، وهذا يعني بأنه 45,850 تقريبا بالنسبة لإيران، انخفاض جيد جدا للغاية. بل أن الصحافة الإيرانية مثل كيهان التي ترونها بدأت تجد بأن الدولار سينتهي نهاية المطاف به إلى أن يقوى العملة الإيرانية والتومان الإيراني والدولار سيساوي فيما بعد 30,000 تومان. ثقة عالية جدا من الإيرانيين، بل إنهم بدأوا يتحدثون بأن علينا السيطرة على التقلبات الموجودة في الدولار وفي السوق، أمر يجب أن نهتم به. وكذلك بدأوا يتحدثون هنا كما تلاحظ بأن النظام الآن بدأ يتحول مع العلاقة مع السعودية، وأصبحنا الآن في نظام لا دخل للولايات المتحدة الأمريكية به، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية خارج هذه المعادلة تماما. بل إن إيران بحسب بلومبرغ الآن أصبحت سعيدة بهذه العلاقة، تبدو بأن الأمور أصبحت جيدة، لا ضغط أبدا على إيران، وبدأت تتخلص من الضغوط الأمريكية، وبدأت الآن تفكر بأن بإعادة إصلاح العلاقات حتى مع مملكة البحرين وأيضا مع جمهورية مصر العربية. بالإضافة إلى أن وزير النفط الإيراني أيضا يوم أمس قال بأن الصادرات النفطية الآن وصلت إلى أعلى مستوياتها بحسب وكالة رويترز وما وثقته من تصريحات له، مقارنة بأي فترة مضت منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية النووية في عام 2018 في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها هي تساعد إيران للخلاص من أي ضغط، من أي عقوبات غربية بأي شكل من الأشكال، ويعني بأن إيران قادرة على القفز في أي لحظة تريد بعد وصولها إلى هذه النسبة من تخصيب اليورانيوم إلى 90%، إلى التخصيب العسكري والوصول للقنبلة النووية. وهذا قد يفسر لماذا رأينا هذه الطائرة الهائلة القاذفة النووية الاستراتيجية الأمريكية B-52 وهي تدخل إلى منطقة الشرق الأوسط لتحلق قبالة السواحل الإيرانية، في رسالة خطيرة بأن عليك يا إيران ألا تفكري أبدا مهما كانت الظروف أن تذهبي للقنبلة النووية. ومسألة وصول إيران للقنبلة النووية هي مسألة خطيرة للغاية، والولايات المتحدة قامت وفي تحديدا في الكونغرس الأمريكي باجتماع وتقييم في التاسع من مارس، أي قبل يوم واحد فقط من عودة العلاقات الدبلوماسية والإعلان الكبير الذي شهدناه بين طبعا المملكة العربية السعودية وبين إيران في مجلس الشيوخ الأمريكي، دخلوا في عملية تقييم ما الذي يجري في إيران، إلى أين ذاهب إيران فعلا. وطبعا وثقت هذا الأمر CNBC في عملية بث مباشر، اجتمع وطلب مجلس الشيوخ بشكل مباشر جميع القيادات الاستخبارية على أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية أن يجلسوا، وطلبوا منهم عددا من التقييمات. جزء من التقييمات المهمة التي نتحدث عنها هنا هي إيران، ونتحدث عن الشخصيات المهمة الموجودة. كانت طبعا مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية وهي أفريل هينز، ومدير الوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، وكذلك مدير FBI الذي ترونه هنا وهو كريستوفر راي. طبعا بالنسبة لأفريل هينز وجهت لها الأسئلة بشكل مباشر، أين نحن يا هينز من هذه المسألة؟ هل ستصل إيران للقنبلة النووية؟ وما هو تقييمكم للوضع بحسب تحليلاتكم الاستخبارية؟ وقالت ببساطة بأننا نشعر بالقلق فعلا بأن إيران ستصل وقريبة جدا من الوصول للقنبلة النووية، وبأن علينا، وإذا ما ضغطنا بالعقوبات ولم نخفف هذه العقوبات على إيران فإننا في نهاية المطاف سيفكر، وبأن المسؤولين الإيرانيين سيفكرون في الوصول للقنبلة النووية
وسيتخذون هذا القرار. باختصار أن العقوبات التي نفرضها والضغط على إيران لن يأتي بنتيجة بالنسبة لنا وبأنها ستصل للقنبلة النووية، وبالتالي الوضع خطر للغاية، خاصة أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي طبعا كان في لقاء حصري على إيران انترناشنال لأول مرة وتحدث عن مسائل مهمة للغاية، وكان يتحدث عن التهديد العسكري بشكل مستمر والتهديد على إيران، وهو تحدث ببساطة أن هنالك من يقول إيران تخصب اليورانيوم، إيران دعوا إيران أن تصل إلى القنبلة النووية، لا داعي أن تحلقوا بهذا الشكل وأن تقوموا بضربة كما فعلتم مع العراق أو مع سوريا وتضربون المفاعلات النووية بهذا الشكل، لأن أي ضربة لهذه المفاعلات النووية سيجعل إيران ستشعل المعركة في المنطقة، سترى الصواريخ البالستية الإيرانية تضرب المنطقة بأكملها، طائرات المسيرة الإيرانية، ستجد أيضا الفصائل المسلحة المقربة من إيران تعمل بشكل مكثف، من ضمنها حزب الله اللبناني في مهاجمة إسرائيل، في مهاجمة القوات الأمريكية في العراق وأيضا في سوريا بشكل عام في الخليج، ويصل تعداد القوات الأمريكية طبعا إلى 34,000 عنصرا، كلهم سيكونون تحت المطرقة وتحت الضربات، وأنتم ستكونون في موقف دفاعي ونحن في حرب لا يريدها أحد في هذه المنطقة، لا تضربوا المفاعلات النووية، دعوا إيران تصل للقنبلة النووية وبعدها نتفاهم، ككوريا الشمالية على سبيل المثال. هو علق على هذا الموضوع لإيران انترناشنال وقال ببساطة إن سمحنا لإيران بالوصول للقنبلة النووية ولم نفعل شيئا فإن مستقبل الحرب في الشرق الأوسط هي الحرب النووية بأكملها، وسندخل في نقطة خطيرة للغاية ليس فقط على العالم وأمن العالم وإنما على البشرية بأكملها، وبالتالي أيهما أفضل، أن نمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية أم ندخل بهذا السيناريو الخطير الذي سيدخل المنطقة طبعا بالتهديدات؟ هذه هي وجهة النظر الإسرائيلية في هذه القضية. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنظر لهذه العلاقة التي فيها جزء كبير جدا منها اقتصادي، بدأت إيران تنتعش، تنفتح على المنطقة، هي ليست معزولة، هي حاضرة، الصين حاضرة. القلق الكبير أيضا يأتي في مسألة انخراط إيران في الحرب الروسية الأوكرانية وفاعلية إيران القادمة تجاه أوكرانيا بشكل مباشر. فألكساندر لوكاشينكو وهو الرئيس البيلاروسي، منذ 17 عاما لم يكن هنالك رئيسا بيلاروسيا وصل إلى إيران، هذا الرجل قد وصل إلى إيران بشكل مفاجئ في 24 ساعة الماضية طبعا في زيارة فريدة من نوعها، وقد رأينا طبعا بيلاروسيا تقارير كثيرة عنها نهاية العام الماضي في أكتوبر على سبيل المثال العام الماضي بأن روسيا قامت بنشر طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية في بيلاروسيا، وأيضا كانت قد تحدثت في 23 من أكتوبر من عام 2022 العام الماضي بأن هنالك عناصر من الحرس الثوري الإيراني أيضا دخلت لإدارة أو التحكم بالطائرات المسيرة الإيرانية وتدريب الروس عليها في استخدامها في الداخل البيلاروسي، وبالتالي هو يعتبر تعاون كبير جدا قد وجد في هذه المنطقة. وأساسا لوكاشينكو كان الأسبوع الماضي أيضا في الصين، مصادر خاصة نشرتها وكالة رويترز اليوم بهذا الشكل أكدت بأن الرئيس الصيني يخطط لزيارة روسيا الأسبوع القادم. كل هذه التحركات هي مربكة للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، فهم أمام طائرات مسيرة في بيلاروسيا، طائرات مسيرة موجودة أيضا في الداخل الروسي، الحرس الثوري كما تحدثنا موجود بعناصره المختصة من النخبة المختصة طبعا في الطائرات المسيرة، القوات الروسية، القوات البيلاروسية موجودة أيضا في هذه المنطقة، وبالتالي إن إيران أن تستفيد مما يجري، أن تنتعش اقتصاديا بشكل أكبر وأن تشعر بالراحة، هذا الأمر لن يجعلها فقط خطيرة وفعالة في هذه المعركة بشكل كبير، ولكن الولايات المتحدة ترى بأنه قد يدخل الطائرات أو الصواريخ البالستية عفوا لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني طبعا، وبالتالي روسيا تستمر في المضي في حربها في شرق أوكرانيا، وقد يدفعها أساسا إلى التقدم مباشرة إلى كييف، وبالتالي يجب أن تكون الأمور صعبة على إيران وألا تكون سهلة، وبالتالي مخاوف كبيرة، خطر كبير، تمارين ليست بالسهلة، مناورات صعبة للغاية، والعالم طبعا يترقب فعلا ما الذي سيجري، وهل نحن فعلا أمام لحظات خطيرة تجاه هذه المفاعلات النووية في ظل هذه التطورات في الشرق الأوسط التي استبشر بها الخير، الجميع استبشر بها الخير بأنها ستنعكس بشكل إيجابي على المنطقة، لأن الطرف الأمريكي الطرف الإسرائيلي في قلق كبير من هذه التطورات التي رأيناها بين السعودية وبين إيران.